السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو هذا عنا correction de devoir de contrôle numéro 2 math. دونك نجمو توقفوا الفيديو شوية تحاولوا تجاوبوا على لي كيستيون وبعد تشوفوا بعض الكوريكسيون او بيان شوفوا الكوريكسيون وبعد تعاودوا تخدموا ليكزارسيس وانتم كيما تحبوا. دونك ليكزارسيس نيميرو 1 اون دون ان ريبير اورتونومي او يو في دو بلان بيتي تان بلاسي لي بوين دي او اف اي جي تيل كو عطانا او دي موا او موا دو في. اش معناتها هذه موا او موا دو في هو او دي او ما هو في الاوريجين يعني لو بوان دي دو كوردوني كوا تري بيان موان زان موان دو او او موان تخوا او يعني لو بوان او دو كوردوني تري بيان موان تخوا زيرو معنا شيء على الفي صفر او اف دو او موان في يعني le point F de coordonnées très bien de moins 1. OG, يعني le point G de coordonnées 4 moins 3. Et voilà. J'ai encore 4 moins 3. Donc, je vais vous choisir le nez. Mais là, je vais vous dire que نهاري ومش تحطوهم دونك نواصلو. كيلي لا ناتور دو كوادري لاتير او دي جي اف او دي جي اف اللي هو هكا هذا او دي جي اف لحظة نتأكدو من لي بوان دي هي موان زان موان دو يعني هذه دي اهي نقطة من هنا لهنا هذه اهي او دي جي اف جي هي 4 موان 3 والاف هي 2 موان 1 اهي اف دونك هذه تبيع بالمسطرة مش بالكي اما حنوريكم هو دونك هنا عنا او اف هي 5 موز من الكالكول دو فيكتور او اف. دونك شفنا برشا مرات في الشين كيفاش نعملو كالكول دان فيكتور باش نعملو اكس اف موا اكس او ايغريغ اف ايغريغ اف موا ايغريغ او يعني 2 الا الا 3 يعني 2 مع 3 يجري 5 و موان زان موان زيرو الاو فما زيرو على الايغريغ على الاو على الفي دونك تقعد موان زان هي 5 موان زان دي جي بنفس الطريقة دونك الكل يعطينا 5 موان زان سيتادير شنو نلاحظو اللي هنا عندنا او اف هذي او اف هذي و دي جي نلقاوهم قد قد لو فيكتور او اف ايغال لو فيكتور دي جي alors le quadrilatère او دي جي اف est un parallélogramme. Petit 2 quel est pardon petit 3 a montré que les vecteurs OD et OF sont orthogonaux. Bien sûr عندنا القاعده اللي كنخدموا بها x fois x prime plus y fois y prime لهنا عندنا او دي او اف هما نفسهم او دي هاكا فيكتور ديجا عطيهولهم موان زان موان دو هاكا موان زان موان دو او اف هو دو موان زان دونك الكالكول يعطينا موان زان فوا دو اللي هي قد تجي تجي موان دو بلوس موان دو فوا موان زان يعني بلوس دو موان 2 بلس 2 قاش دي صفر دونك الوغ او دي اي لو فيكتور او دي بطبيعة بيربونديكولير او فيكتور اورتوغونو او للفيكتور او اف كاو هذاك هو السؤال نوتخي اللي هما
اكتبونه كملنا. calculer O D E O F distance. calcul de distance O D égal O F égal racine carrée de 5. donc نحن كيفاش نعملو calcul de distance O D جينا موان 1 أو كاري بلوس موان 2 أو كاري جي 1 بلوس 4 راسين كاري بطبيعة موان 1 أو كاري بلوس موان 2 أو كاري يعني جي 5 2 أو كاري موان 2 أو كاري هي 4 كيف كيف الأخر عمل عكس هي 2 موان 1 دونك 2 أو كاري 4 بلوس موان 1 أو كاري 1 4 بلوس 1 5 راسين كاري دو 5 بتي سي En déduire la nature du triangle ODF. O O l'hné DF B. Donc لاحظوا نحن لقينا زوج حاجات قد قد ولقينا اللي فما زاوية قائمة يعني وباش يكون بطبيعة الحال إيزوسي إي ريكتونجل أون أو ريكتونجل علاش خاطر عنا الفيكتور هذاك أو دي أوكتوغونو مع الأو إف وعنا إيزوسيل علاش خاطر عنا زوج أضلاع متقاسين اللي هما أو دي إي أو إف واضح واضح كات expliquer pourquoi le point I 1/3 sur 2 est le centre du cercle passant par les points O, D et F, puis calculer le rayon de ce cercle. I هي 1/2 moins 3 sur 2 donc le triangle ODF est un rectangle en haut et I هي في الميليو D et F donc I est le centre du cercle circonscrit à ce triangle tel que R égale OI égale racine carrée باش نعملو ديستونس او اي اللي هي 1/2 او كاري بلس موان 3 سور 2 او كاري شنو تعطينا تعطينا راسين كاري 2 10 سور 2 لهنا عندنا 1 قوت 2 هي 1 وهذه هي 2 قوت 2 4 يعني 1 على 4 هنا عندنا 3 قوت 2 هي 3 بثلاثة موان 3 قوت 2 هي قداش تخي بيان 9 يعني لهنا 9 1 10 على 2 هذه كيف كيف 4 لهنا عندك على 4 على 4 يولوا مع بعضهم دونك 9 مع 1 10 10 على 4 وراسين كاري على الكل دونك بعد راسين كاري دو 10 وراسين كاري دو 4 راسين كاري دو 4 هو 2 هذيك منين جات 2 تقعد لنا راسين كاري دو 10 سور 2 اوكي 5. Soit K le point tel que le vecteur OK égale le vecteur OD plus le vecteur OE plus le vecteur OF plus le vecteur OG. Calculer les composantes du vecteur OK. B. OK égale. Donc, Shaman Alhine. Ah, OD est lié. OD plus OE plus OF plus OG شادينا جمعنا هذا من الكل دونك نعملو الصوم لهنا عندك مو U مو 3 U هذي يعني U نجمعو مع بعضهم و V مع بعضهم بيان سور مو U مو 3 U هذي مو 4 U زيدوها بلس 2 U قداش تجي تخي بيان مو 2 U مو 2 U بلس وإلا لهنا عندنا مو moins u moins 3 u جات moins 4 u هنا عندنا 4 u دونك يتنحى moins 4 u plus 4 u صفر تقعد لنا 2 u ب هذه بالنسبة لل u ال v عندنا moins 2 v من هنا
هي معنى شيء يعني ماضي مطروع ذي يعني كوف الكل très bien moins 3 moins 1 moins 4 moins 2 moins 6 donc on a 2u moins 6p voilà 2u moins 6b avec un minute 2u moins 6b donc le au carré est 2 moins 6 alors حتى le au هنا هو ال هنا راهو او هذا للنص فونتو او هو صفر صفر كوردوني على ذيك عنا الحق ديريكت ليك بوكيرا دو موان سيس داكوغ يعني نفس باش يجي نفس الفاكتور و فهمتوني شنو نقصد به montrer que les points O, I et K sont alignés. Donc, تعلمنا ديما من عم ناول كي يسألنا السؤال هذا شنو نعملو نحاولو نبينو اللي عنا très bien deux vecteurs collinaires وبعد نقولو بما انو هذاكم لي فاكتور كولينيير دونك او اي اي كا سون اليني عملناو ما كناش نخدمو بالديتيرمينون كنا نخدمو بهيك الغولاسيون مونتري يعني نعمل مثلا لو فاكتور ا بي ايغال 3 لو فاكتور سي ا سي مثلا دونك لي بوين يوليولنا ا بي سي سون اليني نكتبو اون غولاسيون اما سنا في الدوزيام اني قرينا ديتيرمينون دونك نخدمو بالديتيرمينون مونتريو لي دو vecteurs sont collinaires بطبيعة نفس point اللي تعادوا بيناتهم وبعد نقولوا اللي هما alignés دونك هنا عن ديتيرمينو او كا او اي هو نحطوا لي كومبوزونت عندنا كيما هكا باش نعملوا شنو نضربوا هذه في في ناقص 3 على 2 موان 1 دومي فوا موان 6 نلقاو هنا 2 في 3 قداش 6 وما نساوش الموان ناقص 6 على 2 ولهنا عندنا 2 في pardon 1 في 6 قدر 6 وعندنا هنا موان موان يعني موان 1 فوا موان 6 بلس 6 هنا عندنا موان 6 بلس 6 والاثنين سور 2 يعني موان 6 سور 2 بلس 6 سور 2 شنو تجينا 0 دونك 0 0 شنو يعني دير من 0 يعني لي تري بيان لي فيكتور سون كولينيير دونك او لو فيكتور او كا اي لو فيكتور او اي سون كولينيير اي الون لو point commun O, on a une note en donc alors les points O, I et K sont alignés. Donc, exercice numéro 2, on a partie A et partie B. Je vais vous faire une vidéo chouette, je vais vous les questions, ou bien, tu as une correction, les questions. La partie A, on donne A de X égale moins 3X au carré point 5X plus 8. Petit 1, résoudre dans R l'inéquation A de X supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons l'année, l'équation sous la forme de B ou, AX au carré plus BX plus C égale à 0. عنا الـ A هي شنو هي موان 3 الـ B هي 5 و C هي تري بيان 8 دونك لهنا ديما تحاولوا كي يعطيكم ليكواسيون تحاولوا تثبتوا كان فما غولاسيون ما بين الـ A و الـ B و C يعني هما اثنين ماهمش برشا يعني تثبتوا فيهم غابي الكوغ عنا كان عنا هذا موجود في الكوغ تنجمو ترجعوا له كامل أو بيان ماهمش نذكر بيه في ليكزارسيس عنا لهنا A بلس B بلس C إيكال زيرو يعني عندنا دو سوليسيون اللي هما x1 a et x2 هي c sur a او bien a moins b plus c égale à 0 يعني x1 égale moins 1 x2 égale moins c sur a يعني هو كي يعطيك ليكواسيون قبل ما تحسب الدلتا تاع بروحك من الاول تشوف ال a وال b وال c اسكو كي تجمعهم مع بعضهم يعطيوك صفر او bien كي تعمل a moins b plus c يعطيوك صفر ديريكت تخرج لي سوليسيون هذا هنا نحن فانا حالة تخي بيان في الكا هذي اللي هو A موان B plus C إيقالة 0 يعني عنا سوليسيون A X1 هي الغاسين A أو بيان سوليسيون A هي X1 موان 1 et X2 هي موان C sur A قولوا سوليسيون أو غاسين كيف كيف دونك عنا لهنا عنا الA هي نقص 3 مع موان B اللي هي 5 يعني نقص 3
موان 5 قد موان 3 موان 5 قد تجي موان 8 تري بيان بلوس 8 تعطينا 0 هذيك من جهه ال ا موان بي بلوس سي ايغال او دونك نحن في الكا اللي فيه اكس بريم سوليوشن الاولى هي موان 5 راسيل الاولى والراسيل الثاني هي موان سي سو ا موان سي سو ا قد تجي هي 8 يعني موان 8 سي هي 8 دونك موان 8 سو موان 3 نحيو الموانات تقعد لنا 8 على 3 اوكي اوكي اي بار لا سويت نحنا ما نساوش ان احنا مش نخدمو فيها ايغال ا 0 باش نخدمو سوبيريور او ايغال اكبر اي يساوي 0 لاحظنا دونك لازم نعملو شنو لازم نعملو تابلو دو سين نرجعو غابيل صغير الكور كاين ما شفتوش الكور دونك عندنا كيفاش نعملو تابلو دو سين في الحاله اللي نحنا فانا حاله عندنا دو غاسين يعني في الدلتا بوزيتيف نحطو الاكس 1 اكس 2 لهنا سين دو ا بطبيعة موال انفيني بالانفيني سينيو دو أ سينيو دو موانزا سينيو دو أ شوفوا نحن لهنا شعلنا سينيو دو أ دونك هذا تابلو هكايا نقسم الخطوط عندنا لهنا هذه الغاسين لهنا غاسين اوكي صار هكا واضح دونك عندنا سينيو دو أ شنو هو لهنا تري بيان عندنا هي ال ا موان 3 سين دو ا دونك سين دو ا دونك سين دو ا نفسه خليه من هنا دونك موان 3 هو تري بيان نيجاتيف على ذاك حطينا موان بعد سين دو موان زا فوسط لي دو راسين نحطو سين دو موان زا يعني شنو باش يولي يولي بوزيتيف كان العكس لهنا كان عندي 3 ولا 5 عندي عدد موجب يعني مش سلبي نفسه نحط تري بيان هنا البلوس موان بلوس لهنا عندي موا دونك نحط موا بلوس موا سينيو دو ا سينيو دو موانزا اي سينيو دو ا داكو باهي نحنا في الكا اللي فيها قلنا اكبر اكبر او يساوي دونك لهنا ناخدو الكا اكبر يعني نتبعو تخي بيان نتبعو العلامة الموجبة لهنا وين عنا سينيو بلوس هو لهنا هاي بلوس يعني انا باش نجي في الانتربال هذا باهي الانترفال هذا شنو فيه فيه موانزا 8 سور 3 كتبت موانزا 8 سور 3 بعد هذا كيفاش نحطهم مسكرين والا محلولين دونك لهنا نعملو فيرمي انترفال فيرمي علاش خاطر عندنا او ايغال سوبيريور او ايغال ا 0 كان عندي سوبيريور هكا هاو نعمل الانترفال اوفير داكور هنا عطانا او ايغال يعني نحط الانترفال فيرمي كان انا قال لي ما قاليش سوبيريور قال لي انفيريور ا 0 باش نخدم تري بيان في البارتي اللي فيها موا عندي دو بارتي هنا هذا وهذا دونك شنو باش تجيني تجيني موا لانفيني موان زا اونيون لانترفال 8 سور 3 بلوس لانفيني بالطبيعة نبحث الموا لانفيني و بلوس لانفيني نحطهم انترفال تري بيان اوفير نحطوش فيرمي جملة مع الموان فيني و بلوس لانفيني داكوغ بالنسبة لموان زان و الويت سور تخوا كان هي أصغر هكا هاو نحط الانترفال تخي بيان اوفير كان أصغر أو يساوي يعني انفيريور أو ايكال نحط الانترفال فيرمي اون باس دونك بوتي دو اون ديدوير لو سين دو شاكين دي زيكسبرسيون سويفونت أ دو moins 555 à 2 2 virgule à 2 999 باهي نحن نشوفوا الارقام هذو يكونوا في انا انترفال باش نعرفوا نعرفوا السيني دونك عندنا الرقم ناقص 555 ياسكو هو موجود في الانترفال من ناقص 1 ل 8 على 3 لا دونك هو في الانترفال اللي قبل هذاك في الموان انفيني موان زان دونك هو باش تكون السيني هنا تخي بيان نيجاتيف 2.444 دونك 8 هي قداش فيها من 3 عندنا 3 في 3 9 و 3 في 2 6 يعني 2 فاصل حكايه
دونك كي نعمل كالكول اكزاكت جينا 2.44 في وسط الانترفال هيك. دونك السيني لهنا A2 2.447 اي بوزيتيف. وصل الفكرة يظل يفهمنا كيفاش نخدمو. بالنسبة ل 9909 هيك ظاهر هذاك الرقم بعيد كل البعد، دونك هو ماشي من واحدة بلوس لانفيني. دونك نحنا في الانترفال في البارتي هذه، دونك نحنا في ال تخي بيان في السيني نيجاتيف، دونك انفيريور ا زيرو. باهي السؤال اللي بعد بتو تخوا فاكتوريزي ا دو اكس. باش نعملو فاكتوريزي ا دو اكس باهي. نحنا لقينا لي دو سوليسيون ديجا، لقينا دو سوليسيون اكس ان اكس دو. فاكتوريزاسيون كيفاش تتم؟ عنا لهنا رابيل اف دو اكس نعملو ا فوا اكس موا اكس ان اللي هو السوليسيون هذيا الغاسلين اكس ان والاكس دو فوا اكس موا اكس دو. يعني لهنا جوست نحطو الا باش نحطو اكس، نقول هنا الاكس ان اللي هي قداش نحنا عنا، عنا اللي هي موانز ان اكس بريم اللولى. نوتاسيون راهي لهنا نكتب اكس بريم والا اكس ان اكس دو والا اكس بريم اكس سوبون كيف كيف، يعني نقص بهذه الراسين الاولى هذه الراسين الثاني. من هنا الراسين الثاني هي 8 على 3 والا هي شنو هي موان 3، يعني موان 3 فوا اكس موان موان زا يعني اكس بلس 1 فوا اكس موان 8 سور 3. دونك شنو كتقول؟ دونك فوالا نفس القانون موان 3 فوا اكس موان 8 سور 3 فوا اكس بلس 1. من بعد حاولنا دخلنا ثلاثة لهنا، علاش؟ على خاطر باش نحيو هذه التروا كي نضربو احنا موان تروا اكس ولهنا موان تروا فوا ويت هاكا واضح. باش نحي هذه التروا تقعدلنا بلوس ويت موان موان بلوس ويت، دونك موان تروا اكس بلوس ويت فوا اكس بلوس ان. الكيستيون اللي بعد soit b de x égale a de x sur x au carré plus 1 plus racine carrée de 2 x plus racine carrée de 2. Pour quelle valeur de x b de x est-il défini? Défini yani avec x au carré plus mekounch égale à 0. Je mouche maximum à 0 famille. Donc عنا لهنا شنو نلاحظو؟ نلاحظو عنا قبل ما نبداو نحنا الكوركسيون ولا اي حاجه، لهنا هذه ايكواسيون دو سكون دو بري اللي هي ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. نشوفوا الا عنا لهنا شنو هي؟ واحد. هنا عنا واحد البي هي واحد بلس راسين كاري دو دو، ولهنا السي هي راسين كاري دو دو. نلاحظوا شيء، نلاحظوا اللي نحنا كان نعملو واحد الا هذا مع هذا نلقاها صفر. يعني هيك ظهر بالعين، كنتي تعمل واحد مع جذر التربيع لاثنين، ان بلس راسين كاري دو دو، جات قد هذه، هذه شنو هذه؟ بي، يعني كأننا نحنا في الحالة كيما القبيلي، تخي بيان، ا موان بي بلس سي إيكالا زيرو، هنا ننساوش اللي هو فما ان، ان فوا إكس أو كاري، داكوغ؟ أما منكتبوش بطبيعة الحال. ب عندنا كيما كنا نحكيو دونك سوا ليكواسيون هذيك ا ايغال ا ب هي 1 بلس راسين كاري دو 2 سي هي راسين كاري دو 2. ديما حاول من ليكواسيون تخرج ديريكتومون تكتبهم، تكتب ا ايغال ب ايغال سي ايغال، اكتبهم في الورد بعضهم تتشوف يندرى فما ريلاسيون بيناتهم ولا لا. كان فما تستعمل واحدة من الطرق هذاكم ا بلس بي بلس سي او بيان ا موان بي بلس سي، كيما فماش تعداو الطريقة الأخرى كالكول دلتا إلى آخره. دونك عنا لهنا اكس بريم شنو معناتها؟ شنو باش تكون نفس كيف قبيلي عنا نرابيل. دونك هو اكس 1 هي موان 1 اكس 2 هي موان سي سور ا، اكس بريم هي موان 1 والاخرى موان سي سور ا. دونك لهنا موان 1 سي هي ويني هاي كم موان راسين كاري دو 2 تولي نخدم عنا موان سي سور ا اللي هي 1 تقعد لنا موان راسين كاري دو 2. Par la suite, بما أنه هذو دو سوليسيون يعني دو غاسين
يعني هي الإكواسيون سانول لهنا، يعني a دو x يقال زيرو فين في الموانزان موا راسين كاري دو دو، دونك b دو x اي ديفيني بور تو x ابارتيان r ديفيران يكون ما فيش الموانزان والموا راسين كاري دو دو. واضحة؟ واضحة. خاطر نحنا منساوش نحنا عشان نلوجو كي نقسمو معناتها لازمش يكون عنا صفر في عمليك. دونك سامبليفيي ب دو اكس، سامبليفيي ب دو اكس لهنا، سامبليفيي ب دو اكس عنا الفوقانية اللي هي دونك ا دو اكس، دونك نكتبو ال ا دو اكس واللي عملناها قبيل نحطوها اون فاكتوريزاسيون. دونك شنو باش تجينا عنا ال ا لهنا قداش هو واحد، دونك شنو نعملو نحكي على هذه هنا، باش نعملو 1 فوق ال 1 مال مكتوب x موان x بريم اللي هي موانزان، دونك بلس 1 بلس 1 هاي مكتوب هنا بارتي هذيا، والاخرى دونك فوق x موان ال x دو سكون اللي هي موان راسين كاري دو 2، يعني تولينا بلس راسين كاري دو 2. هذا من جهة الكتيبة هذي. وال a دو x بالطبيعة باش نستعملو هذي اللي حكيناها قبيلي فاكتوريزي، نستعملو الغولاسيون سامبل. بعد هنا شنو لاحظوا؟ تخي بيان عندنا هذو مثلين يتنحاو، شنو يبقالنا؟ يبقالنا كان موا 3x بلس 8 سور x بلس راسين كاري دو 2. كيسيون اللي بعد، ريزودغ دون R ليكواسيون b دو x إيكال x موا راسين كاري دو 2. دونك b دو x هاكي، دونك هذه اللي قاعدتنا هذي إيقال x موا راسين كاري دو 2. شو نعمل هنا؟ يعني موا 3x بلس 8 هنا كاينها سور 1، فما حدش هنا، هنا هادي في هادي في 1 تساوي تخي بيان x بلس راسين كاري دو 2 فوا x موا راسين كاري دو 2. واضح؟ واضح. هادي شنو سو لا فورم دو كوا؟ تخي بيان أنا هنا A موان ب و ا بلس ب، يعني عندي شنو تجيني؟ تخي بيان تجيني ا أو كاري موان ب أو كاري، يعني عندي x أو كاري موا راسين كاري دو 2 أو كاري، يعني موا 2 ب. دونك هذه لقيناها قداش؟ x أو كاري شكون تاني نتاعو موا 2. داكوغ. بعد اش نعمل؟ نحنا نخليو ال x أو كاري هاكا بوزيتيف، منمشيوش نهزو هاذي لهنا، دونك نجيبو البارتي هاذي في الإتجاه هذا لهنا، دونك شنو تولينا؟ بلوس 3x موا 8. يعني شنو توليلي؟ توليلي x أو كاري بلس 3x، بطبيعة نحاول نكتبو الإكس و من الأول، يعني نكتبوها سو لا فورم أx أو كاري بلس bx بلس c، والأرقام في الآخر دونك موان 2 وهاذيا بلس 8 باش نهزوها من هنا باش توليلي موان 8، يعني ناقص 2 ناقص 8 هي تخي بيان ناقص 10 موان 10 دونك إيكال زيرو. داكوغ. دونك لهنا شنو عندنا؟ عنا ال A هي 1 ال B هي 3 ال C هي موان 10. ديما في كل إكواسيون شنو نعملو؟ نكتبو ال A و ال B و ال C. لهنا معندناش A بلس B بلس C إيكال زيرو ولا A موان B بلس C إيكال زيرو، دونك شنو نعملو؟ نعملو الدلتا، دونك الدلتا لهنا B أو كاري موان 4AC. B أو كاري قداش؟ هي 3 أو كاري موان 4 فوا لهنا 3 أو كاري يعني 9 موان 4 فوا دونك موان 10 عنا دونك شوالي بوزيتيف 10 فوا دونك فوا 1
تقعد 10 ونضرب في الأربعة دونك مع 40 9 مع 40 تعطيني 49. الكالكول بعد دونك كله حسب القاعدة هنا شنو باش تعملوا هذه موان بي موان راسين كاري دو دلتا سور 2a موان بي بلس راسين كاري دو دلتا سور 2a. راسين كاري دو 49 ظاهر اللي هو 7. يعني انا شنو باش نعمل موان بي يعني ناقص 3 ناقص 7 يعني ناقص 10 على ال 2a اللي هي 1 ناقص 10 على 1 على 2a يعني على 2 2 في 1 دونك ناقص 5 يعني لقيت هذه داكور. ب اي لوتر سوليوشن كيفاش عندنا موان بي اللي هي موان 3 دونك موان 3 بلس راسين كاري دو 49 يعني بلس 7 ناقص 3 مع 7 قداش تعطيني تعطيني تري بيان 4 سور 2a يعني 4 سور 2 جيني 2 من هنا نلقاو الاكس بريم هنا هذيك 2 هاكم هي لقينا لي دو سوليوشن ولا لي دو راسين. الكيستيون الموالي دونك répondre par vrai ou faux. On a soit A appartient à R et B appartient à R. L'équation E1, AX au carré plus BX moins A égale à 0, admet deux racines distinctes de signes contraires. Je crois que c'est ça. Donc, on a A, il y a A, il y a B, il y a B. Donc, on a le cas où on a. دونك نحاول نفصل الموضوع. اش عندنا نحن عندنا دلتا هو كيفاش نكتبو نحن ب او كاري يحوال موان 4ac. مادام هو قال لي دو غاسين دو غاسين يعني فانا حاله يكون عندي دو غاسين تراكلو شوي فانا حاله يكون عندي دو غاسين تري بيان يكون عندي دو غاسين في الحاله اللي يكون دلتا بوزيتيف وقت يكون نحكيو على deux solutions, deux racines. Delta négatif fait une solution, delta égal à 0 fait une solution seule. Donc ici, il y a une qui est delta positif. Je vais dire oui, clair, c'est ou elle est ça, il y a deux racines. بعد نشوف حكاية السين. Donc ici, عنا. ici, le b au carré, بطبيعتها باش تكون موجبة صحيح ولا لا؟ ب والهذية موان 4 لازم نضربوها في عدد الأسي. كيفاش لازم يكون؟ لازم يكون نيجاتيف خاطر أنا باش نعمل موان 4 فوا موان 3 مثلا تجيني بلس 12 موان 4 فوا موان 1 تجيني بلس 4 باش نجمع مع عدد موجب هكاك يجيني دلتا كله بوزيتيف. أما كي جاتني هذه النيجاتيف لهنا لازم تكون ب كاري أكبر بالعدد هذا باش يكون هذا بوزيتيف داكوغ. باهي لهنا اش عندنا؟ عندنا ا فوا سي اللي هي ال ا لهنا هي ا و سي هي موان زا يعني ا فوا موان ا يعني موان ا او كاري يعني عدد نيجاتيف داكوغ. ارتحنا يعني بارتي هذه نيجاتيف هذه ا سي نيجاتيف موان في الموان لهنا تجيني بوزيتيف دونك بوزيتيف مع بوزيتيف بالطبيعة تجي بوزيتيف. باهي كيفاش نعرفو اللي هما دو لقينا هما دو غاسين ديستان سي بون. هو السؤال فيه دو بارتي دو غاسين دو سيني كونتخيغ قلت هذي أنا ثبتوها صحيح ولا لا؟ دونك دو سيني كونتخيغ عندنا القاعدة هذيا عندنا كيكون هو عندنا دو غاسين بطبيعة الحال نجم نطبقو الحكاية هذه اللي هي x1 plus x2 إيجال موان b سوغ a وزاد وإلا x1 فوا x2 إيجال c سوغ a. يعني هو كيعطيك عملنا تمليك كيف نهكي ديجا تنجم ترجعولو كيعطيك هو ليكواسيون بعد يقول لك يعطيك ال x1 يقول لك لو جي على x2 يا تستعمل بالبرودوي يا بالصوم باش تطلع ال x ثاني واضح؟ باهي نحن هنا نستعملوها في حكاية السينيو
عنا ال x1 x2 هي c sur a. هنا نشوفوا عنا c sur a شنو هي. c sur a هي هاي c moins a sur a، يعني نقص a على a شنو جي نقص واحد moins a. يعني هاي كبولة موزة نيجاتيف. وقتاش نحنا نلقاو كي نضرب زوج أعداد نلقاوهم نلقاو نيجاتيف. تخي بيان، كي أنا باش نضرب عدد سالب في عدد موجب وإلا عدد موجب في عدد سالب، باش نلقى السيني نيجاتيف في الفوا. بينما كي أنا نحط موا في موا وإلا بلوس في بلوس باش يطلع لي عدد بوزيتيف. بتبيع في عملية الضرب نحكيوا على ذلك. alors x et x prime sont de signes contraires. هكذا تكون عنا vrai et la réponse الأولى. الثانية soit a appartient à r plus et toi l'équation e اللي هو ذيك a admet deux racines distinctes et positives. لهنا نعملو نحنا الدلتا. ش عنا لهنا؟ عنا الـ A هي A، الـ B هي 5 و C هي 6 sur A. داكوغ؟ B deux racines، نكون عنا الدلتا بوزيتيف. دونك لهنا كالكول دلتا باش مكتوبة ليكواسيون فهم على ذلك باش نرجع لهنا. دونك عندي لهنا ب أو كاري هي قداه؟ تخي بيان 25 5 × 5 هذه ب 5 موان 4 أ سي لهنا 6 على أ في أ سي هذه تتنحى الـ أ تقعد كان 6 والموان 4 منساوهاش. موان 4 × 6 4 × 6 قداه؟ تخي بيان 24 سيني موان. دونك هنا عندي 25 إلا 24 قد تجي واحد. فوالا أ هي الدلتا، يعني دلتا بوزيتيف، يعني عنا دو غاسين. باش نشوفو نحنا يندرا بوزيتيف وإلا لا بالغولاسيون هاذيكا. دونك عنا لهنا سي بون كاينة اللي هما دو غاسين. إي كوم عنا الإكس بخيم فوا إكس سكون اللي هي سي سيغ أ، يعني جينا ست على أ أو كاري بوزيتيف. دونك فهمنا ذيك شنو نعملو لا كالكول. تحطو ليكواسيون قدامكم تتخرج لكم. دونك الوغ اكس اي اكس بريم سون دو ميم سيني لهنا. علاش؟ على خاطر لقينا ال لو برودوي. اش قلنا نحنا؟ قلنا كي نعملو موا في موا نلقاو بلوس والا بلوس في بلوس نلقاو بلوس. دونك لازم نكونو دو ميم سيني باش نلقاو برودوي بوزيتيف. لهنا البرودوي لقيناه بوزيتيف، دونك هما دو ميم سيني. والا استعملو بال ولاسيون الاخرى اللي هي الاكس بلوس اكس بريم تلقاها موان بي سيغ ا. دونك لهنا هو الحد، الحد هو الاجابه ما يقولكش هو نيجاتيف ولا ا دو راسين اي بوزيتيف. لازم نواصلو. دونك لهنا نشوفو هما يندرا بوزيتيف والا نيجاتيف باش نعرفو نقولو فري او فو. هنا عرفنا اللي هما دو ميم سيني، اما يندرى يا هما الاثنين موا ولا الاثنين بلوس لازم تعداو الغولاسيون الثانيه اللي هي هذه موان بي سيغ ا، يعني في الجمع نلقاوها موان 5 سيغ ا نيجاتيف. داكوغ؟ نحنا لازم باش نجمعو زوز اعداد باش تلقاوها. عرفنا من هنا من هذيا عرفنا اللي هما دو ميم سيني. اوكي نجم انتي تقولي انا نجم نحط مثلا موان 9 بلوس بلوس 5 جيني موان 4 هاكا واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. نو نحنا اثبتنا بهذه بالاولى بالبرودوي تاع اللي هما بنفس السيني. يعني انتي لهنا نجمش تستعمل بلوس وبلوس، يعني نجم نحط 6 مع 7 8 مع 9 باش نلقى بوزيتيف. دونك ما قدمنيش حال كان باش نعمل بالموا، يعني موان زام موان 3 موان نلقاها نيجاتيف. اوكي على ذلك نشوفوا هذه قبل بعد هذه. دونك هنا عندنا لقيناه نيجاتيف. دونك x و x بريم سون نيجاتيف نحطو فوق خاطر هو قال بوزيتيف. كي نكتب نيجاتيف رانا حطينا
فغي، المهم واحد يكون فاهم هذا كيف الخدمه تصير. داكور، دونك هاكا نكونو كملنا الكوريكسيون دو دوفوار دو كونترول نيفو دو مات. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ويعطيكم الصحه. Thank you.